انت H2 N2 وكان شديد قوي في 99 كان. وبعد وقت اللي كان خطير وكان عامل أزعرينا اللي هو كان سنة 1918، وزي ما الدكتور قال كان من حوالي من 50 ل 20 مليون حالة وفاة. اللي بعده الانفلونزا الآسيوية، ودي أسامي الانفلونزا اللي حصلت في الأيام دي. دي بقى احنا دلوقتي وصلنا لفيز 5 او المرحلة الخامسة او السادسة. بعد الخامسة او السادسة اللي هي بتقول عليها وباء او حاجة، ودي اللي اعلنته دولة منظمة الصحة العالمية، بعدها بيبقى في حاجة اسمها البوست بيك، يعني بعد هي بتطلع وبعدين يبقى في بوست بيك كده بعد الارتفاع ده او بعد الوباء ده شوية. بس الحكاية بتهدى شوية، لكن ممكن يحصل بوست بانديميك. البوست بانديميك ده أو بعد يعني بيحصل حاجة أنقح بقى، إن هو يبقى كل مع كل معدل موسم كده يطلع فيروس، احتمال يطلع فيروس جديد، يتخلق فيروس جديد ويعمل حاجة أشرف. وده الكلام في الكتاب بتاع اسمه صحة عالمية قالته، تستلموا لبعد كده. ده الكلام اللي قالته في جنيف لما كانت مجتمعة مع وزراء الصحة كلهم ومع ممثلين عن كل البلاد، وقالت لهم اصبروا لأن الموقف هيتغير بسرعة وما انتوش عارفين ايه اللي هيحصل بعدنا. ده الفيروس وشكله والبروتين اللي بيخش التركيبة بتاعته، والدكتور اتكلم عنه. ده برضه انواع الفيروس، طريقة من فيروس الطيور مع البني ادم، دخلوا للخنزير اتخلق في الخنزير فيروس جديد طلع من الانسان للانسان، وبيبقى عمل ايه في الانسان؟ عمل حرارة، عمل كحة، عمل عطس، عمل صعوبة في التنفس، عمل فقدان في الشهية وانه يتآية او يجيله اسهال. بعدها بيتنقل ازاي بقى؟ بيتنقل يا اما انا بتعرض، البني ادم بيعطس بيطلع الميكروب، بيطلع مع العصبي فيها شوية مية، يختلط بشوية تراب من الجو، يعمل حاجة زي بارتكل كده، حاجة صغيرة كده، حاجة صغيرة دي يا اما تلتزق على هدومي، تلتزق على سطح، ممكن انا اشمها واخدها على طول. ده طرق اسلم على العيانة، استخدم منديل بتاعه حاجته، كل دي طرق العدوى في الكلام ده. زي الدكتور ما قال اللحمة ما بتنقلش، اللحوم ما بتنقلش، هو ده مرض جهاز تنفسي. يعني ايه مرض جهاز تنفسي؟ يبقى بيتنقل من الهواء، بيتنقل من المناخير، بيتنقل على حاجة الهواء اتحط عليها على الأسطح الخشبية أو على أدوات المريض اللي موجود. اقلب دي بقى برضه، هو قلب ده امتى؟ وزي ما قلنا اهوت، واحد بيعطس، واحد مع خنازير، هو مش ارهاب زي الدكتور ما قال، فده برضه بننبه عليه. اللي بعدها طيب البني ادم بيتعدي ازاي؟ امتى بقى بيعدي مريض ده بقى؟ مريض خد الميكروب اهو، بيعدي امتى بقى عشان انا اعمل حساب للوقايه؟ بيعدي من يوم قبل ظهور الاعراض، قبل ما تظهر عليه الاعراض ممكن البني ادم يعدي. مدام خد الميكروب، خد الفيروس، لغاية 7 أيام بعد ظهور الأعراض. دي الفترة اللي ممكن البني آدم يعدي فيها اللي هو خد الفيروس ده. ماشي؟ اللي بعده. طب إيه الحالة المشتبه فيها؟ في حالة وفي حالة مشتبه فيه. إمتى أقول إن دي حالة وإمتى أقول إن دي حالة مشتبه فيها عشان أعرف أحمي نفسي؟ الحالة اللي هي مشتبه وبتظهر عليه الأعراض واللي احنا قلناها وما اتثبتش بالتحليل المعملي، يبقى ده حالة مشتبه فيها. الحالة بقى نفسها، حالة بقى في تحليل معملي مخصوص، وعشان كده بيقولوا ايه دايما؟ ان في حالات احنا اشتبهنا بيها وحطيناها في مستشفى الحميات وخدنا منها عينة دم وبعتناها للتحليل. لما يبعثوا لما تطلع نتيجة التحليل بالبي سي ار والريال تايم والتحليل وتحاليل مخصوصة، يبقى ده خلاص ده مريض. طلع الفيروس عندهم وكده، يبقى خلاص ده مريض. حالة مشتبه اللي احنا قلناها. اللي بقى
يوجد لقاح لحماية البشر من انفلونزا الخنازير لغاية دلوقتي ما فيش. ماشي؟ اللي بعده. طب ايه الأدوية؟ في أدوية؟ اه في أدوية. لكن الأدوية للعلاج وليست للوقاية، وبنأكد على كده. مش عايزين إن إحنا على الفاضي والملان ناخد أدوية، لأن لو خدنا الأدوية هتكون النتيجة إن هو هيحصل مناعة للفيروس، وبعدين أدوية اللي هي مضادات الفيروس اللي إحنا تاكلينها دي بتأثر على الكلى، وأنت سيادة النايب عارف الكلام ده، لها تأثير على الكلى بالذات ولها تأثير على الكبد، فخطر إن إحنا نستخدمها بدون لازم. ماشي؟ ده إن طريقة العلاج بتاعها ان هي مش مهم انتوا تعرفوها، بس انا كاتباها لو حد عاوز يعرفها ماشي. لكن هو لو لا قدر الله دخل، ما احنا هتبقى تتكتب للناس وهنقول لهم طرق اخذها ايه. طيب الحاجه الثانيه بطرق الوقايه، احنا قلنا ان احنا نقعد في البيت، ما نبعتش الطفل لو جاله انفلونزا ما نبعتوش المدرسه او الحضانه، نهتم بغسيل ايدينا، نحاول ما نتعبش عينينا بقدر الامكان. لو بني ادم عطس يبقى يا اما معاه منديل يعطس فيه، ويكون جنبه دايما معاه كيس يحط المنديل ده في قلب الكيس، ما يرموش في الارض، لان معناه رماه في الارض خلاص، ما هو طلع الميكروب للجو وخلاص، يبقى لازم يحطه في كيس ويتخلص من هذا الكيس ويفضل بالحرب. فكون يفضل بالحق. الحاجة الثانية، طب افرض ما معهوش منديل، يفتح صدره كده اهو ويقفل عليه عشان ما يعطسش في الهواء. يعني حتى تدي عينين ان هو يعطس في الكم ويفتح امه ويعطس فيه. الحاجة الثانية المحطات التجمع نبتعد عن اماكن التجمع، ما نشغلش التكييفات بقدر الامكان في الوقت ده، يبقى كله النوافذ مفتوحه، لان الفلتر نفسه بتاع التكييف بيبقى فرصه انه يعمل يساعد على نمو الميكروب. واهم حاجه زي ما قلنا غسيل الايدين. طيب نوقي نفسنا ازاي؟ احنا ناكل كويس، نشرب سوائل كتير، نبتعد عن التدخين، نبتعد عن العادات السيئة، نبتعد عن أماكن الزحام. طيب لو في مفيش ماسك وحصلت أزمة في الماسكات اللي هي الأقنعة اللي بتتلبس، ممكن أوي الماسك يتعمل في البيت، ثمن رقاب فوق بعض ويتعمل أنا يهمني إيه بقى في الماسك؟ أهم حاجة إن أنت تغطي مناخيرك بيه وبقك، ويكون محكم ما يهويش، لأن هو لو مهوي وأنت بتحدث هيطلع الرذاذ منه. يبقى لما أربط الماسك لازم يكون فيت أوي، يعني لازم يكون رابط أوي وماسك ماشي، ويتعمل يتغسل. لو عملناه في البيت يتغسل كل شوية، وأنت بتقلعه المفروض تقلعه كده وتلمه عشان ما تنسوش وما تلمسوش بإيد، وتغسله وتكويه، ده بتاع البيت. طيب قلنا لو واحد عيان قلنا هيقعد في البيت، واحنا قلنا الكلام ده اللي بعده. طب لو انا مصاب، لو انا حاسس ان انا عندي حاجه وفي وقت ان حالة لا قدر الله دخلت عندنا، او ان انا جاي من مكان كده، يبقى لازم اروح للدكتور. الدكتور دي مش كل الحالات هتتحجز في مستشفيات، لو لا قدر الله حاجه حصلت مش كل الحاجات هتتحجز في مستشفيات. الحالات الخفيفه هنقول انها هتتحجز في البيت، وهنقول الاحتياطات اللي هنقول لصاحب الحاله ايه الاحتياطات اللي يجب يتعملها، وهيبقى في المراقبين الصحيين هيروحوا له ويزوروه لما يحصل لا قدر الله حاجه زي كده. لكن الحاله اللي فيها الصدر اتلطش بقى ودخل بقى فيه صعوبه في التنفس وفيه التهاب رئوي،
ده اللي هيخش المستشفيات غالبا وهيتحط على أجهزة التنفس الصناعي وربنا يحفظنا من الكلام ده كله. يا لازم برضو نبلغ الإدارة الطبية. احنا عندنا حالة مشتبه في حالة يبقى لازم تبلغ يا الدكتور اللي انت بتتعامل معاه يا الإدارة الطبية أي حد قريب من الهيئة الصحية بتاعتك لازم تبلغه ولازم يبقى عارف ان انت في حالة انفلونزا. زي ما قلت لكم ان مش السليم اللي يلبس الماسك ومش السليم اللي يغطي مناخيره وبقه. الصورة دي ده بتاع المجند اللي كان في بتاع مزارع زينهم وكان بينقل الاكل للجنود بتوع الخنازير بتاع مصنعات الخنازير اللي كانوا بيقدموها. لما راح مستشفى الحميات لبسوه الماسك لان الماسك لازم المريض اللي يلبسه اللي عنده انفلونزا يلبس ماسك ويقعد في البيت. بعده الحقيقه دي انا كنت بعتها عشان اوزعها بس هي ما لا اعملها في سكه ثانيه اولانيه. دي اللي هو السي دي سي اللي الدكتور قال عليه منزل الاعلان ده بس انا ترجمت الحته اللي بالانجليزي الاثنين ان هو اهم حاجه عندهم ده الهيئه السي دي سي ده اللي هي الهيئه العالميه للتحكم في العدوى على مستوى العالم. فالحقيقه قالوا اهم حاجه للوقاية من المرض ده أهم حاجة إن احنا نغسل إيدنا جيدا بالماء الدافئ والصابون وتغطي فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس. يعني هما ده كل قالوا بس احنا نعمل كده. في واحدة تانية الحقيقة اللي هي بتاع مسح الأسطح بماء مطهر بماء ومعاه مطهر. ماشي؟ طيب دي آلية الإبلاغ في لو حصل حالة ان انت تبلغ المنشاه الصحيه، المنشاه الصحيه لازم تبلغ الاداره الصحيه، لازم الاداره تبلغ في نفس الوقت هتبلغ المنشاه الصحيه دي او الطبيب او المستشفى او حاجه تبلغ الاداره وفي نفس الوقت تبلغ مديريه الشؤون الصحيه، الاداره الصحيه برضه هتبلغ مديريه الشؤون الصحيه، مديريه الشؤون الصحيه لازم تبلغ وزاره الصحه عشان يتعلن حاله الاحتياطات الوقت. في تليفون لوزارة الصحة خط الساخن بتاعه